خاصة معظم الفنانات مثلا بنعمل لهم الحاجات المناسبات اللي هي فريد كاربت مش عارف ايه. بنتكلم في عروسة بقى، عروسة عشان بقى فيها شغل كتير قوي، ما ينفعش مش حد واحد بس اللي بيشتغل فيها، ممكن 5 6 10 على حسب على حسب الدريس، في شغل هاند ميد، في على حسب الديزاين او السكتش اللي احنا عاملينه بياخد وقت، بس العروسة بياخد شغل اكتر يعني. أطول مدة يعني في فستان مثلا خد معايا 4 شهور يعني، ده كان ايه السبب بقى؟ ده كان في شغل كتير، وكانت في خامات جاية من بره يعني، ف يعني كان في خامات جاية من بره، وكان في شغل كتير، كان في شغل هاند ميد بما كتير. اننا اتكلمنا عن الخامات بقى، عايزين نتكلم عن الخامات اللي هو القماش المصري مستورد. يعني في ناس تقول لك لا انا هشتري قماش مستورد عشان الفستان يطلع حلو، تمام. فايه يعني بنسبة قد ايه القماش بيأثر في الفستان؟ القماش بيأثر في فستان تقريبا بنسبة 70-80%، بس احنا في بعض ديزاينز اللي هو السهل الممتنع دي ممكن نجيب أقمشة يعني. في موديلات أنا عملتها في فستان كانت لبسته الفنانة تاتيانا، وزيه لبسته برضه مذيعة مش فاكر مين بصراحة، بس احنا كنت عامله من الخيش وكان تحفة يعني. كان في فاشن ديزاينر قاعد في المناسبة اللي كانت فيها تاتيانا، راح لها وقال لها لو سمحتي مين اللي عامل ده؟ فقالت له ده مصطفى. قال لها بصراحة شابوه ليه، ومن الخيش، فستان عامله من الخيش تمام. يعني ليلى شاندور كمان. فاحنا حاجة من مفيش، فاحنا بنحدد السكتش وعليه بنحدد القماش، فهو الموديل هيبقى ايه وعليه بنحدد القماشة. تفرق القماشه لو انا محتاج مثلا حاجه يكون فيها تطريز شويه، دانتيليه مختلفه، حاجه تكون غريبه، الكلام ده كله بيفرق معايا. لكن لو السكتش فيه فكر في الكلام ده كله، ممكن اعمل من لا شيء حاجه تكون واو. في احنا في عندنا الفورمال سيمي فورمال السواري الابريميديال السواري الفورمال سيمي فورمال قريبين من بعض شويه، بنتكلم في البدل تايرات الشورت ديس، ومثلا تحتيه هاف بوت، او على حسب برضه على حسب الايفنت وعلى حسب الجو او يعني او هي يعني المناسبه تخصها او تخص حد قريبها او على حسب. وفي عندنا السواري والابريميدي، دول برضه بيبقى هو مثلا الابريميدي مثلا فستان يكون اخف شويه، السواري مثلا على حسب المناسبة برضو خفيف شويتين، ولا يكون في فكرة على حسب قريبة العروسة أو المناسبة تخصها، تكريم ليها أو مهرجان، أو على حسب قرب المناسبة ليها يعني. بالنسبة للألوان بنتكلم مثلا في عامة في حاجات داخلة دلوقتي في بقى لها فترة كده في المشجرات بدأت تهدى شوية. في عندنا الألوان الأساسية، في الزيتي، في طبعا الأسود شغال قوي، أسود متداخل مع ألوان تانية، في عندنا النبيتي، في عندنا بعض درجات الموف اللي هو مثلا الموف اللو والموف الغامق قوي اللي هو الدرجتين دول. بس هي معظم الشتاء طبعا الناس شغالة أكتر على الغوامق يعني. بقى كل حاجة عندها عكس الفنانات الغربيات، ممكن يعني يطلعوا كده شو سندل وحاجات رقيقة وفي نفس الوقت تطلع حاجة واو جدا. يعني ايه بقى التركة دي؟ بصي، هو المشكلة ده يعني اي حد في الحياة في اي مجال في الدنيا هو مشكلته في ان هو التقليد. انا فاشن ديزاينر، المفروض ان انا ببتكر حاجة، مش يعني الناس كلها تقريبا اخترعت كل حاجه، بس انا اشوف فكره تكون مختلفه. انا ميول اكتر للبساطه، ما احبش قوي التطريز قد ما احب الفكره يعني. ممكن اطرز يعني في عندي دريس دلوقتي شغال فيها فيها تطريز، بس مش بتاع تطريز، انا فاشن ديزاينر، فالمفروض ان انا بعمل السكتش وعليه ممكن مثلا استارت الديزاين من فكره تطريز بسيطه قوي، فكره الديزاين كلها متجمعه في بوينت تطريز معينه. فهو للاسف في بعض الحاجات اللي مأثر عليها الشغل، وتعرفي اكتر الفني او التقني
في مجالنا اكتر في الحاجه الساده تقريبا. ليه؟ لان بيظهر فيها عيوب.